الدساتير اللي كانت منذ 96 كان كل مرة يجيبوا الدستور يصححوه في الغرفتين. لأول مرة بعد 96 يعني هذه أكثر من 20 سنة، أول مرة راح يكون دستور يمشي لاستفتاء شعبي. هذا الدستور ما هوش قرآن، وأنا شخصياً ولا حتى الإخوة اللي في القيادة ما ناش قابلينه كدستور ككل، عندنا تحفظات على بعض الأشياء، ولكن هو دستور أحسن بكثير من الدستور اللي فات، لأن لما نقرأه كل البنود اللي فيه دستور متوازن اللي يجمع الأغلبية تاع الشعب الجزائري.